بس يلا مشيت معناتها. مساء الخير بداية للجميع، وأهلا وسهلا فيكم بهالصالون الجميل بأصحابه الكرام ندى ووسام، وبحضوركم الكريم، وبموضوعات الصالون اللي دائما عم بتكون ثقافية وأدبية وهادفة، وبأسلوب الصالون اللي عم يتميز بالحوار القائم على احترام العقل من جهة واحترام الرأي الآخر أيا يكون هذا الرأي من جهة أخرى. الموضوع اليوم مثل ما تفضل الصديق العزيز ناصر هو عن تحفيز الوعي والفكر الحر في المجتمع. يعني الهدف هو نظرة عملية من تجارب الجميع الحاضرين اليوم حول كيف يمكن أن نحفز في مجتمع، أي مجتمع كان، المزيد من الوعي والفكر الحر، مع الاعتراف بأن الحرية وفهم الحرية ربما يختلف بيننا عدا عن المجتمع بأكمله. فهل مثلا هنالك نهر يوازي نهر الجنون الذي تحدث عنه توفيق الحكيم يمكن أن يغترف منه مجتمع بأكمله الوعي والفكر الحر حتى ينهض نهضة واحدة؟ أم هل هذا الأمر يمكن تعليمه بشكل تعليمي؟ أم كيف يا ترى؟ فنحن جميعا بشوق لأن نسمع بعضنا البعض. البداية رح تكون مع أستاذ ناصر بمداخلة من زاوية تحفيز الوعي والفكر الحر مؤسساتيا وأيضا من الناحية الفردية. بعد في عنا مداخلة أيضا أستاذ عباس، ونفتح المجال بعد للحوار ولبعض الأسئلة، وإن شاء الله تكون أمسية غنية جدا بأفكاركم وبآرائكم المنفتحة جدا. شكرا لكم، ومعك أستاذ ناصر.